السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حباب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وانا وسعادة كده. فيديو النهاردة يا جماعة بإذن الله هنتكلم فيه عن 5 أحلام بفضل الله. إذا رأيت أي حلم من هذه الأحلام فابشر بتحقيق أمنية غالية جدا على قلبك، يعني ابشر إن أنت في أمنية بتتمناها أو شيء بتتمناه وهتصل إليه. مهما كان يا عبد الله مستحيل الشيء اللي أنا بتمناه، أيوة يا جماعة مهما كان مستحيل، لأن الله تعالى لا يرسل هذه الرؤى لشخص إلا أرسلها له ليبشره بأنه سيحقق له أمنيته وسيقضي له حاجته مهما كانت هذه الحاجة مستحيلة. فهبدأ لكم على طول يا جماعة في ذكر الرموز، بس قبل ما أبدأ في ذكر الرموز يا ريت لو أنت جديد معايا في القناة تشرفني وتشترك في القناة، ولو أنت معايا قديم في القناة تضغط على زر اللايك وتدعو لنا كده بالتوفيق. وعشان ما أطولش عليكم يا جماعة هبدأ على طول في ذكر الأحلام. أول حلم يا جماعة ورمز لو رأيته ابشر أنك ستحقق أمنية غالية جدا على قلبك وأن أنت هتصل لشيء بتتمناه، هي رؤية الفوز في أي شيء في المنام. يعني إيه يا عبد الله الفوز في أي شيء؟ يعني يا جماعة مثلا أنا حلمت إن أنا في امتحان ونجحت فيه، أنا في مسابقة وقدرت أنجح فيها وأطلع الأول، أنا كنت في رهان مع حد أو في حاجة مع حد وقدرت أفوز، أنا كان في حاجة معينة الناس بتتسابق عليها وقدرت أمسكها والناس سقفت لي وبقيت شخص ناجح، أنا نجحت في أي حاجة. الفوز في أي حاجة يا جماعة مهما كانت قليلة في المنام على طول بتبشر يا جماعة أن هذا الرأى الذي رأى هذا المنام أنه سيحقق هدف أو أمنية بيتمناها قطعا. الحلم ده يا جماعة بيؤكد أن الرائي سيصل لهدف أو أمنية بيتمناها. تاني حلم يا جماعة بيدل على تحقق أمنية غالية جدا تتمناها هي رؤية الكعبة في المنام. الكعبة يا جماعة هي حلم كل مسلم أن هو يروح يعمل عمرة لله، فبالتالي الشخص لما يشوف الكعبة في المنام دي من أكثر الرؤى المبشرة التي تدل أنه سيحقق أمنية أو سيحقق هدف بيتمناه، فأيضا يا جماعة يبشر جدا أي شخص يشوف الكعبة في المنام. تالت منام يا جماعة بيدل أيضا على تحقق هدف بتتمناه أو تحقيق أمنية بتتمناها هي رؤية الطيران بإرادتك في المنام. خلي بالك الطيران بإرادتك، حلمت إن أنت بتطير وبتقدر تيجي يمين تيجي شمال تنزل تحت تطلع فوق، مش طاير مش عارف تتحكم، طاير مش عارف تتحكم في نفسك ولاقي نفسك طاير كده وخلاص، لا ده أنت كده مصاب إما بحسد أو بسحر، لكن انت طاير وعمال انت اللي قادر تتحكم في الطيران، او بتسبح في الماء، السباحة في الماء انت اللي بتسبح، محدش مغوصك في الماء، انت اللي بتسبح وبتعوم. رؤية الطيران يا جماعة في الهواء وانت اللي بتتحكم في الطيران، او السباحة في الماء وانت اللي بتتحكم في السباحة وانت اللي بتتحكم في السباحة، هي من اكثر الرموز التي تدل على تميزك عن الاشخاص اللي حواليك، يعني انت هتكون شخص مميز عن الناس اللي حواليك، بحيث ان انت هتقدر توصل لهدف معين او توصل لمكانة عالية جدا، بحيث ان الناس اللي حواليك هيبقوا منبهرين يقولوا هو الشخص ده وصل للمكانة دي ازاي. فاهمني يا جماعه؟ فاذا ايضا يتبشر اي شخص يشوف نفسه بيطير او بيعوم بس بارادته زي ما قلت لكم في المنام. رابع منام ايضا يا جماعه يدل على تحقق هدف او تحقيق حاجه او ان الدنيا هتضحك لك هي رؤيه الوجه الجميل في المنام. لو انت شفت شخص ما تعرفهوش، بس شرط ان انت ما تعرفهوش، وشفت شكله جميل، شفت شكله حلو، ابشر باذن الله ان الدنيا هتضحك لك وهتوصلك للي انت عايزه مهما كانت صعوبه الحاجه اللي انت عايزها. يبقى رؤية الشخص الجميل سواء كان رجل أو فتاة بس شكله جميل أو ملفت، أنت شفت كده قلت إيه الجمال ده؟ رؤية شخص جميل في المنام من أكثر المنامات التي تدل على ابتسام الحظ ليك وأن الله تعالى سيعطيك ما تتمنى وأكثر بإذن الله. خامس وآخر شيء يا جماعة يدل على وصولك لما تتمنى هي رؤية شراء شيء في المنام، شراء شيء بتحبه في المنام. لو أنت شخص بتحب الفاكهة، بتحب الموز، وحلمت إن أنت بتشتري موز، اعرف ان انت هتوصل للحاجة او الامنية اللي انت بتتمناها بعد تعب وعناء، انت اللي هتوصلها بمجهودك بعد تعب وبعد كفاح. لو انت شخص بتحب الحلويات وحلمت انك بتشتري حلويات ودفعت فلوسها في المنام، ابشر ايضا ان انت هتصل للهدف اللي انت عايزه والامنية اللي انت عايزها، بس هتصل اليها زي ما قلت لكم بمجهودك، يعني انت اللي هتتعب. وبكده يكون الفيديو خلص يا جماعه، اتمنى لو الفيديو عجبكم تدعموني كده بلايك وتدعوا لنا كده بالتوفيق. اسال الله ان يوفقكم يا رب ويحقق لكم كل ما تتمنوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.